Good afternoon everyone, ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على الثيرد ابيزود معانا على التايم مانجمنت فور هاوس هولد فور ذا هاوس وايفز فور ذا وومن ذات اوريدي ستين ات هوم تراينج تو ريز اب ا كيدز. عن ربات الميوت ازاي يعرفوا يستخدموا تايم مانجمنت از ماتش از ذي كان عشان يعرفوا يربوا عيالهم صح وفي نفس الوقت ما يضيعوش وقت كتير. قدر الامكان احاول اتكلم بالعربي شويه بالانجلش شويه عشان ماتشنج فور ذا هول audience for the whole people that are trying to watch my videos. Let's say time management is a real issue for the moms that are already working from home. They're just trying to find any balance in order to have like the chores at home and at the same time just trying to raise up their kids and at the same time just trying to do everything possible at one time without wasting a precious time. Okay, there are about 6 or 7 or maybe 8 keys or terms about the time management for the household, how they can be able to do it. في حوالي ممكن 6 أو 8 أشياء ممكن نستخدمهم الهاوسهولد علشان يقدروا قدر الإمكان ما يضيعوش وقت أو يستفادوا بأي حاجة موجودة في وقتهم. أول حاجة establish schedule, نعمل جدول time table. ده معناه إيه؟ This really matters. This one of the most important things that the households need to do, the housewives need to do, just establish a time table, establish a schedule. For example, let's say my oldest he gets up, let's say at 8 a.m. in the morning, or let's say at 9 a.m. in the morning, okay? طيب انا دلوقتي لو انا ابني هيصحى الساعه 8 او الساعه 9 بالليل يبقى انا لازم اكون صحي قبلها بساعتين ثلاثة عشان اعرف اظبط اموري, اعرف اوضب الفطار, اعرف لو انا اللي هوصله هنقي اللبس اللي انا هلبسه, وفي نفس الوقت يبقى انا ما ضيعتش وقت كتير, ما صحيتش قبلها بكتير, ما صحيتش قبلها بشوية صغيرين, لا انا بالظبط صحيت على الوقت اللي مطلوب مني. دي اهم حاجة. خليني translate this in English as bit as much as I can. For example, if my oldest son already gets up at 8 a.m. in the morning, I will try to get up early to check everything already possible in order to prepare myself, to prepare my kids when it comes to his breakfast, when it comes to his homework, his chores, عشان أخلي بالي كل حاجة موجودة من غير تحسبا لأي حاجة ممكن تطلع في النص, يبقى أنا already عارف بالظبط أنا هعمل إيه. دي أهم حاجة في الموضوع. أوكي طيب, تاني حاجة when let's specify about what time in a day that you're gonna be more productive. أنا إيه أكتر وقت هحس إن أنا أعرف أعمل فيه شغل, هعرف أنتج فيه حاجات من غير ما يبقى فيه ستريس عليا, من غير ما أكون تنس, من غير ما أكون نيرفس, هعرف أعمل إيه أكتر قدر الإمكان. هاي علي, هاي سادية, هاو يو دوين, الشباب يخصي بكو. خلينا نرجع لموضوعنا, I'm sorry. تاني حاجة, تاني الهاوسهولد هنعرف إزاي يكونوا productive أي وقت فيه. في ناس بتبقى يعني في قمة نشاطها الصبح الساعة 8-9 الصبح, في ناس بعد الظهر, في ناس بالليل, فأنا لازم أنا كهاوسهولد أعرف بالظبط أنا إيه الوقت اللي أنا هكون فيه productive. productive دي حاجة مهمة جدا. في ناس كتيرة ممكن تكون بالليل more productive, يبقى أنا قدر الإمكان أخلي الحاجات الكريتيكال, حاجات الكروشال, الحاجات المهمة اللي في غاية الأهمية ممكن أخليها في الوقت اللي أنا فيه more productive, أجهزها لليوم اللي بعده أو على حسب السكيدجول أو البلان بتاعتي. اوكي طيب, تالت حاجة عندي لازم يكون معايا stop watch, يكون معايا like a timer, أعرف مثلا which chore أخدت فيه وقت قد إيه, how much time it takes in order to can fulfill most of my. Let's say مثلا أنا بصحى الساعة كذا, باخد I wake up let's say at 7 a.m. and just I have to get up about 7:15. لو أنا بصحى الساعة 7 عارف أنا باخد حوالي 15 دقيقة عشان أعرف أقوم من على السرير, على أساس أن أنا أعرف أواظب أكتر, أكون more productive, more active, more energetic. يبقى أنا لازم أعرف معايا stop watch أنا باكل في قد إيه, بوصل مثلا المكان الفلاني في قد إيه, بخلص الحاجة اللي في المطبخ مثلا في خلال قد إيه, بعرف ال كل حاجة from A to Z, أي حاجة متطلبة مني ما أعرف بالضبط بتاخد وقت قد إيه, علشان أعرف appreciate the value of the time, أعرف أرتب بالضبط وأقيم الوقت بتاعي. أوكي في حاجة تانية مهمة جدا, إن أنا create a designed area for work and play. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا أعرف بالضبط
المكان ده مخصص للعب، او المكان ده مخصص للشغل، المكان ده مخصص لايه. هنقي هختار اي مكان في البيت عندي، المكان ده يكون ان انا برتاح له نفسيا، المكان ده هيكون ان انا هضمن ان مفيش حد هيلعب فيه، هضمن ان لو انا عندي قطه او كلب مفيش حد هيقرب له، هعرف اركز فيه، يعني بحس بيه براحه نفسيه ان انا اكون اعرف ابقى be more productive when it comes to this certain place. I will try to translate this in English. What I was saying is try to sit like specify a certain area at my home, just that the one can make me feel like more comfortable, more convenient. Just try to be more productive when it comes to it. I will try to specify a certain time a day, in the morning, the afternoon, in the evening, just trying to make sure that this time I'll be more energized, more productive. هعمل كل حاجة, I'll do whatever it takes in order to be more appreciating for the time, and at the same time I'll be more productive when it comes to this. Okay. تاني حاجة هنعملها ان احنا ممكن يكون معانا use productive apps. احنا معانا, لو معانا معايا ايفون, لو انا معانا سامسونج, لو انا معايا نوكيا, اي ديفايس معايا, ممكن بالديفايس ده بسهولة جدا ان انا اكون معايا productive apps. في عندي apps كتير قوي قوي ممكن استخدمها بحيث ان هي هتساعدني اكتر واكتر, to be more helpful for me in order to can manage my time, in order to can achieve and appreciate the value of the time. في عندي application اسمه كوزي, COZI, ده بيبقى الكالندر موجود بز family calendar, يعتبر ده يعتبر جدول تقييمي للعائلة كلها, ممكن استخدمه. في عندي حاجة اسمها مايل باج, ده برضو مهم جدا. في عندي تايم لوج, في عندي لوج بوكس, في عندي personal assistant, في عندي بامب, في عندي institution or institution as well. في الاثنين institution و institution ده, يا اما في ال, وفي عندي دروب بوكس طبعا كل الناس عارفاها. حاجات كتير قوي ممكن استخدمها بحيث ان انا اعمل لي time management. Again, that one of the most important things I have been always saying, that no one can be able to change you but you. يعني لو اي حد مين باللذي قال لك لا انت هتعمل 1 2 3 4 وحاول ويلا وليتس جو فور ات وبلا بلا بلا, اوكي الكلام كله جميل وكويس, بس الفكره if you don't take the decision on your own by yourself, trust me, you are going nowhere. You are the only person, just need to move your ass up and just try to do any active thing. Okay? حاجة تانية ممكن نعملها, identify daily time wasters, try to eliminate. بمعنى انا ممكن مثلا انا لو باكل مثلا بتفرج على التلفزيون, زي مثلا المسلسل شغال, المسرحيه شغاله, الفيلم شغال, مكسله اقوم اي حاجه من دي, فانا برضه يبقى معايا الستوب واتش, بعرف انا ضيعت وقت قد ايه عشان الكومفورت زون بتاعتي تزيد. بمعنى ان انا لما الاقي الوقت بيجري يبقى انا كده عرفت الوقت بيجري ليه, الوقت ضاع في ايه, يبقى انا اوريدي عندي اورجنايزنج لايتش سنجل ستيب, ايتش سنجل اكتيفيتي اوت اوف ماي day, which means something gonna be more productive. لو انا النهارده ضيعت مثلا ساعتين ثلاثة في اي حاجة, هعرف بكرة انا هافويد مثلا يبقوا ساعة ونص, اللي بعديها هيبقى ساعة وهكذا. يبقى انا هشوف الوقت اللي انا بقى فيه more productive, وفي نفس الوقت الوقت اللي انا فيه ضيعته شوية. اوكي. حاجة تانية, you must, let's make it this way, one of the most important thing out of my prospect, you have to specify a time for your kids. بمعنى جميل ان انا اطبخ لعيالي, جميل ان انا اذاكر لهم, جميل ان انا اخلي بالي منهم, بلا بلا بلا, كل الكلام ده كويس, لكن الاهم ان انا اقضي وقت معاهم. مش لازم نكون بتكلم في مذاكره, لازم نكون بتكلم في اللعب, لازم اقرب منهم, لازم ان انا اكون more friendly and be more than a mom. طبعا الكلام ده للاب والام, لازم when it comes to a certain age, especially for the kids, you have to be more closer, more sufficient for them. لازم يكونوا, عشان لما انا على المثل بنقوله حتى بالمصري, ان كبر ابن خويه, I totally understand and agree on this idiom as much like a hill. ليه؟ لان انا لو انا لو ابني ما فضفضش معايا هيضطر يفضفض بره, مش عشان انا مثلا بعمل كل حاجه possible واقول انا بعمل الكلام ده لمين, ما بعمله ليك انت, لازم تابريشيت انا بعمله. الكلام حلو, بس هو with this certain tiny age he will not gonna understand, he will not gonna get it that much, which means انا لازم اقرب له وانا لازم اوصل للمرحله بتاعته علشان خاطر اكسبه في صفي, وفي نفس الوقت يكون الموضوع بالنسبه له more efficient. اوكي. اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده حاجه اسمها reward yourself, يعني كافئ نفسك. شوف انت بتعمل ايه, انت بتعملي ايه, و try to go for it. انا مثلا النهارده ما ضيعتش الساعتين ثلاثه بتوع امبارح, فانا as much as I can هخلي الموضوع more sufficient, هخلي الموضوع بالنسبه لي more rewardable, هكافئ نفسي اكتر. كويس, برافو ان انت ما ضيعتش نفس الوقت بتاع امبارح. كافئ نفسي مثلا بحاجه كويسه, ممكن اعمل لي اكله لذيذه, ممكن اتفرج على فيلم بحبه, ممكن ادخل على يوتيوب اشوف اي حاجه interesting
انترستنج انا بعملها بالنسبه لي هتساعدني. انا اللي قصدته في الفيديو ده ان انا اوضح للتايم مانجمنت فور هاوس هولدز بالظبط ايه اللي احنا ممكن نعمله بحيث ان احنا نوفر وقت وفي نفس الوقت نبقى مور برودكتيف اند مور انرجيتك فور بيبل. اوكي، عندك او عندك اي سؤال just please write it down, subscribe over here and I will try as much as I can to answer it for you. وشكرا جميعا للمشاهدة واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. مع السلامة، باي باي، happy Anto.